لروح الفنان جورج نحاس افتتح في دار الأسد للثقافة والفنون بحماة معرض فني بمشاركة 80 فنانا وفنانة من طلاب ومدرسي معهد سهيل الأحدب للفنون. وسلط المعرض الضوء على مواضيع إنسانية وتراثية ووطنية بتقنيات متعددة. حبينا هاي السنة تذكرا لروح المرحوم الفنان جورج نحاس انه نقدم المعرض تحت اسمه، فكان تحت اسمه تحية الى جورج نحاس. كان في بعض الاعمال حبا ووفاء للمرحوم دكتور جورج نحاس رسموه لشخصه الله يرحمه، وعبروا عن مشاعرهم اتجاهه لأنه هو قدم كتير للمركز بما أنه درس 14 سنة بالمركز. تعود معرض سهيل الأحدب مركز سهيل الأحدب أن يقدم في كل عام نتاج خبرات طلابه واللوحات التي يبدعها الطلاب، فكان هذا العام نقلة متميزة ونقلة نوعية في هذا النتاج الفني، ويلاحظ من خلال التنوع باللوحات المرسومة وبالمستوى الراقي الذي وصل إليه الطلاب. اخترنا هذا العام أن يكون معرض مركز سهيل الأحدب بعنوان تحية إلى جورج نحاس، لما لهذا الرجل العلامة الفارقة في مجال الفن التشكيلي ومجالات أخرى كثيرة ثقافية، لما له من أثر كبير في مركز سهيل الأحدب، فقد قدم هذا الرجل العملاق ثقافيا وفنيا وفكريا، قدم لهذا المركز عصارة ذهنه وفنه وإبداعه. شيء رائع حلو، عنوان تحت عنوان تحية لجورج نحاس الفنان التشكيلي اللي القامه من قامات حما اللي له دور بتاسيس هذا المعهد. فشاهدنا من خلال الرسومات مدى التفاؤل رغم الاحداث الداميه اللي عم تمر على بلدنا، شاهدنا احاسيس ومشاعر هؤلاء الفنانين اللي بتدل على اصاله الشعب السوري القوي المتين الذي كطائر الفينيق سيخرج من تحت الرماد. هذا عمل نحتي تجريدي بالجص بيعبر عن الامومه، طبعا اعطيته لمستي الانثويه لانه يعني المراه هي الوحيده اللي بتفهم شو يعني امومه، وحبيت اضيف عليه يعني لونته هيك حسب انا شو بشوف، وضفت له هيك لمسه حزن وخوف. يعني اذا بتطلع منيح بتلاقي انه ام خايفه على ابنها وبنفس الوقت حزينه. يعني انا مشارك بعمل زيتي بيشتغله باسلوب مبسط بيحكي عن الجو الريفي ببلدنا، المنزل الريفي مع السلم الخشب بالمنزل الريفي، التنور والمرأة الريفية عندنا بمجتمعنا اللي بتخبز على التنور، طبعا هذا كلياته بتجسد بطاحون اللي بيشتغل واللي بيطحن عشان نشتغل نحن على التنور. مشتركة من لوحتين، اللوحة هي بتحكي عن الإحساس اللي جواتي، واللوحة الثانية بتحكي عن الزخرفة النباتية مع الهندسية. هذيك اللوحة كانت فيها كتير رايقة، فكتير فيها تفاصيل دقيقة كتير، واللوحة هيك حسب الشعور الشخص بيقدر بيشوفها. رغم الجراح والألم ما زال فنانو ومبدعو سوريا يقدموا ويبدعوا في فنهم ليؤكدوا على استمرار نبض الحياة في عروق وشرايين سوريا رغم جميع محاولات الإرهاب ضرب عصب الحياة فيها.